السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من المشهد التونسي. في استطلاع للرأي أجرته شركة ألكا كونسلتينج حول مدى موافقة الشارع التونسي على توجهات الأحزاب الموجودة في الساحة، حصلت الجبهة الشعبية على المركز الثاني بنسبة تجاوزت 34%، متقدمة على حركة النهضة التي جاءت في المركز الثالث بنسبة 33.4%، بينما حافظ حزب نداء تونس على المركز الأول بنسبة تجاوزت 57%. ماذا يعني هذا الاستطلاع للأحزاب المختلفة؟ وهل ينبئ عن توجهات الناخبين مستقبلا؟ هذا ما سنناقشه اليوم أعزائي المشاهدين مع ضيوفنا عبر الهاتف، ولكن أولا نشاهد هذا التقرير ثم نعود. مواقع تونسية نشرت نهاية الأسبوع استطلاعا للرأي حول شعبية الأحزاب التونسية، أظهر تقدم الجبهة الشعبية إلى المركز الثاني وتراجع النهضة إلى المركز الثالث، فيما جاء حزب نداء تونس في المرتبة الأولى بنسبة 57.4%. إلا أن المؤسسة التي أجرت الاستطلاع سارعت إلى إصدار بيان عبرت فيه عن مفاجأتها من نشر بعض وسائل الإعلام لنتائج سبر الآراء الذي أعادته المؤسسة من 4 إلى 15 جويلية يوليو تموز الماضي مع أخطاء فادحة في التحليل حسب ما جاء في البيان، وأوضحت أنها لم تقم بسؤال المستجوبين عن نوايا تصويتهم بل حول مدى موافقتهم على توجهات كل حزب من الأحزاب التي شملتها الدراسة برغم التفسيرات المتسارعة للاستطلاع. يبقى أنه مؤشر أولي على أداء الأحزاب ومدى قبولها في الشارع التونسي منذ نجاح الباجي قيد السبسي في انتخابات الرئاسة وتشكيل الحكومة الائتلافية برئاسة الحبيب الصيد. الاستطلاع يؤكد توجهين لدى الناخب التونسي ظهرا منذ الانتخابات الأخيرة، الأول استمرار تراجع حركة النهضة التي فقدت ربع ناخبيها مقارنة بانتخابات نوفمبر تشرين الثاني عام 2011 بعد 2000، ولم تزدها المشاركة مع النداء إلا تأكيد هذا التراجع، وثانيا استمرار تقدم الجبهة الشعبية التي انتقلت من نائب واحد في المجلس التأسيسي إلى 15 عضوا في البرلمان الحالي ووصول إلى المرتبة الثانية حسب هذا الاستطلاع. مراقبون أشاروا إلى أن النهضة لم تعد تشكل لدى الناخب التونسي بديلا للحكم القائم، أما حزب نداء تونس فلا يبدو أن ممارسة الحكم ولا الخلافات بين قياداته قد أضعفته، إذ لا يجد قوة سياسية في داخل البرلمان أو خارجه قادرة على تحديه على المستوى الشعبي أو النخبوي. الساحة السياسية في طور تشكل جديد، وهذا الاستطلاع مؤشر على اتجاهات هذا التطور. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، وأرحب بضيفي عبر الهاتف السيد نصر الدين بن حديد الكاتب والصحفي. سيد نصر الدين أهلا وسهلا بك إلى هذه الحلقة. يعني لو سألتك أولا ماذا تعني هذه النتائج، نتائج هذا الاستطلاع؟ أولا السلام عليك وعلى جميع المشاهدين، تحية لك ولجميع المشاهدين. أعتبر أنه علينا أن ننطلق من ثلاث نقاط. النقطة الأولى، هناك عديد الجهات الرسمية والعلمية وحتى الأكاديمية التي تضع عديد النقاط الاستفهام بالبعد المعرفي، سواء لمصداقية هذه العمليات أو لمدى قدرتها على صبر أغوار العمق التونسي. ثانيا، بناء أي عملية صبر آراء حتى في أرقى الديمقراطيات تحمل في الأسئلة شياطين الكون مجتمعة، ويمكن التأثير في أي عملية صبر آراء من خلال شكل الأسئلة وطرحها. ثالثا والأهم، والذي أعتبره الأهم ضمن هذه النقطة، هو عدم استقرار الشارع السياسي التونسي بسبب ما يشهد كل حزب من صراعات وتجاذبات وغليان داخلي بين ظفرين يتفاوت من حزب لآخر، وأكثر ظهور على وسائل الإعلام وأكثر ظهور بين أقطاب نداء تونس من حركة النهضة التي تأتي الأسئلة أكثر منها سياسية من شخصية. كذلك الجبهة الشعبية تشهد حراكا وصدامات، ونسمى نحن أمام سؤال حقيقة ثابتة واحدة، وهي عدم ثبوت الساحة السياسية في تونس. وربما لست هنا أرمي بالغيب أو أطعن في النوايا، ربما كان السؤال عن موقف حزب وليس عن الحزب في ذاته، عن هذه الجماعة في موقفها وليس في ذاتها. ومن ثم الجبهة الشعبية الآن تصدرت الموقف كمعارض بين الظفرين، وبدأت تتبنى عديد المطالب الجماهيرية وإن كان بشكل صحفي وإعلامي وخطابي، مثل موضوع المصالحة، موضوع الزيادات في الأجور للنواب. ومن ثم أعتبر أنه أعيد وأقول، أولا عدم مصداقية عملية صبر آراء، ثانيا أنه في كل عملية صبر آراء الشايطين تسقط في التفاصيل، وثالثا وهو الأخطر والأهم والنقطة التي وجب التركيز عليها حسب الرأي المتواضع، تذبذب وعدم استقرار المشهد السياسي التونسي.
إذا أنت لا ترى أن هذه أن هذا الاستطلاع أو هذه النتائج تؤشر أو تعطي صورة عن موقف الأحزاب التونسية مستقبلا أو حاليا يعني؟ لا أعتبر أنه لهذه عملية لهذه صبر العارة هذا أكثر من نوع من الصورة الآنية مثل الصورة في الكاميرا، يعني هي الآن وهنا. ربما أو بالتأكيد تونس ستشهد تطورات عديدة، الوضع الأمني غير مستقر، الوضع الاجتماعي كذلك غير مستقر، غدا أو بعد غد ستدخل الحكومة في مفاوضات مع اتحاد الشغل حول زيادة في الأجور، من ثم هناك عديد النقاط التي بإمكانها وبالتأكيد أنها سترفع من ميزان من حسنات هذا الحزب أو تزيد من سيئات الحزب الآخر، من ثم كمثل جميع الحالات الاستبيان الرأي في جميع الديمقراطيات أو في جميع الدول الوسيطة بين أو حتى في جميع الدكتاتوريات عملية صبر العراء تأتي صورة اللحظة مثل صورة وصول المتسابقين لحد النهاية. من التأكيد أن التطورات القادمة والقائمة بمقدارها وبمقدورها أن تجعل الصورة تتبدل. جميل. طيب دعني أنقل السؤال إلى ضيفي أيضا من تونس السيد سمير ديلو، انضم إلينا عبر الهاتف القيادي في حركة النهضة. سيد ديلو، يعني كيف أنتم في حركة النهضة كيف تفهمون نتيجة هذا الاستطلاع؟ أولا يجب أن نحدد عن أي استطلاع نتحدث، عن ما أعلن في البداية وتنقلته بعض وسائل الإعلام وبعض الصحف، بعضها باستبشار وبعضها بتحفظ. نعم. أم عن نتيجة الاستطلاع بعد التعديل والتصحيح والتوضيح؟ نحن نتحدث عن البيان الذي أصدرته أليكا كونسلتنج والتي أشارت أنها يعني استطلعت آراء الناس حول موافقتهم على توجهات الأحزاب الموجودة. إذن يجب أن ننسب، فالأمر لا يتعلق بنوايا تصويت ولا يتعلق بتقدير حجم أو وزن سياسي، وإنما يتعرض بنقطة جزئية أخرى. وفي كل الأحوال حتى ولو تعلق الأمر بنوايا تصويت فإنه لا يزعجنا أن تقدم إحدى المؤسسات صبر الآراء نتيجة تقدم هذا الطرف أو ذاك، كما أسلف المتحدث قبلي هي تعطي صورة للحظة. كما نعلم منذ الثورة إلى حد الآن ما زالت مؤسسات صبر الآراء مع تفاوت بينها في المصداقية ما زالت تخطو خطواتها الأولى، بدأ يشتد عودها ولكن ما زالت تحتاج الكثير للتصويب والتجويد. بالإضافة إلى ذلك هذه الاستطلاعات في توقيت نشرها وفي نوعية أسئلتها هي لا تحاول الرصد فقط، ولكن أحياناً هي تستبطن التوجيه، فخلفيات وليست خلفية إحصائية ولكن فيها بعض الخلفية التوجيهية للرأي العام. ونحن لا يزعجنا بتاتا أن يتحدث لبضع ساعات عن الجبهة الشعبية كطرف ثاني في البلاد وحتى عن طرف أول، الأهم هو ما يكون في الواقع. نعم. طيب أنتم يعني بغض النظر مثل ما أشرت عن مصداقية هذه الاستطلاعات من عدمها، يعني أنتم كيف تستقبلون هذه النتائج؟ هل تعتبرونها مؤشر لمراجعة سياستكم كحركة، مراجعة سياسة التحالف مع الأحزاب الموجودة؟ كل الأحزاب العصرية التي تراعي التطورات العلمية والوسائل الحديثة في العمل هي تنتبه بكل انتباه بكل دقة لما يدور حولها، لكل مكونات المشهد، ومن مكونات المشهد ما تبثه وسائل الإعلام، ما تنشره مؤسسات استطلاعات الرأي. إذن نحن نعكف على دراسة كل ما ينشر بالطبع مع التنسيب ومع الأخذ بعين الاعتبار لدرجة مصداقية كل مؤسسة ولثقلها في الواقع. ولكن نحن درسنا هذا الاستطلاع وغيره، وإذا تطلب الأمر أن نصوب خطواتنا على ضوء الدروس التي نستنتجها فنحن لا نتكبر على ذلك. طيب جميل. هل يعني أنتم في حركة النهضة يمكن أن يعني تتجهوا إلى توسعة المشاركة في الحكومة الموجودة حاليا أو تشكل مستقبلا يعني لإرضاء الشارع ربما؟ القرار ليس بيد حركة نهضة، حركة نهضة هي طرف من الأطراف المشاركة بالطبع للسيد رئيس الحكومة رأي، ولكن الأحزاب داعمة ولتوفر الأرضية السياسية للحكومة
الرأي الأخير في الخيارات الاستراتيجية، وأساسا خيار التوسيع أو عدم التوسيع، خيار تغيير تركيبة الحكومة أو عدم تغييرها. ولا أظن أنه في الأسابيع القادمة سيكون ذلك على جدول الأعمال. الأهم هو توسيع المشاورات مع مجموعة من الأطراف الأخرى، ولكن ضمان النجاح للبرامج الحكومية وأساسا الورقة التوجيهية في المجال الاقتصادي، وضمان تطبيق ما ورد في قانون المالية التكميلي. جميل، أعود إلى ضيفي السيد نصر الدين. يعني كيف، ما هي برأيك يعني أسباب تقدم هذا الحزب أو ذاك أو تأخر هذا أو ذاك؟ يعني رأينا أن المركز الثاني كان حركة الحركة الشعبية وتراجع للنهضة، كيف نفسر أسباب هذا التقدم والتراجع؟ هناك سؤال في علم الكم يجب أن نطرحه في صراحة وفي وضوح. من أين أخذت الجبهة الشعبية هذا المعين؟ لا أظن أن هناك انتقال من عمق النهضة إلى عمق الجبهة الشعبية، ربما هناك انتقال من عمق النداء الذي هو أقرب إلى الجبهة الشعبية من النهضة، ومن ثم كمثل جحا الذي عاقب زوجته على كيلو لحم لأن القطة تزن كيلو واللحم كيلو، وبالتالي هناك سؤال فقهي، سؤال في علم المنطق. ثانيا أعتبر أن جميع الأحزاب هي في حالة حراك، وجميع الأحزاب في حالة تذبذب. سألت الأستاذ سمير ديلو وهو صديقي ولم الذي لا يعرفني، أقول أنه الآن هناك أسئلة داخل جميع الأحزاب. أسبوعية المصور اليوم تعلن على لسان محمد بن سالم وأحد أبرز قيادي حركة النهضة أن النهضة والكلام له بصدد تقييم مشاركته في الحكومة، ويقول فإن انسحاب الحركة من الحكومة وارد إذا ما تواصلت بعض التصريحات الاستفزازية لمحسن مرزوق الأمين العام للنداب. هذا وانتهت الإشارة، ومن ثم نحن أمام حركة غليان مزدوجة، حركة غليان داخل الأحزاب، حركة غليان بين الأحزاب، وحركة غليان عامة. نحن أمام مشهد ثلاثي الغليان، من ثم لا يمكن ضمن هذه بعد الثلاث وهناك بعد رابع وهو البعد الإقليمي والدولي أن نراهن أو أن نستبطن أو نوثق المشهد من خلال صورة واحدة، أي صورة التي قدمها هذا الاستفتاء وهذا الاستبيان أو هذا الاستطلاع للرأي. طيب جميل، سيد سمير ديلو، يعني هل تعتقد أن من ضمن أسباب التي جعلت حركة النهضة في هذا الاستطلاع في المركز الثالث ضعف وجود الحركة في الحكومة وأيضا عدم وجودها في المعارضة؟ سيد سمير، سيد سمير تسمعني؟ طيب يبدو أنه فقدنا الاتصال مع السيد سمير. أعود إليك سيد نصر الدين، يعني هل تعتقد، أكرر السؤال، يعني هل تعتقد أن ضعف وجود حركة النهضة فقط حقيبة وزارية واحدة في الحكومة وأيضا عدم وجودها في المعارضة أدى إلى حصولها على المركز الثالث في هذا الاستطلاع؟ أعتبر علينا أن نعيد وضع المشهد التونسي في سياقه ونسقه الحقيقي. الصراع في تونس ليس حكومي وليس حول الحقائب الآن، الصراع هو صراع انتخابي قبل الأوان. هناك شبه يقين لدى العمق السياسي الفاعل في تونس بأن الباجي لن يكمل دورته أو عهدته الانتخابية، ومن ثم نحن أمام صراع من أجل كرسي قصر قرطاج أو ربما ما يستتبع ذلك من انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. وبالتالي نحن أمام عملية سباق وفرز من أجل السياسة في ذاتها وليس من أجل الحكومة، ولذلك يخفض صوت الحكومة ويخفض بريق الرباعي المؤلف للائتلاف الحاكم، وحتى النشاط الحكومي خفت مقارنة مع الأنشطة السياسية. محسن مرزوق هو على المستوى الإعلامي أهم من حبيب الصيد، رأس الغنوش على المستوى الإعلامي أهم من وزير دفاع أو وزير الداخلية. من ثم علينا أن نعيد تصويب قراءة المشهد السياسي التونسي وفق ما عليه، على أنه في حملة انتخابية. هذه الحملة الانتخابية ليست بين الأحزاب، أعيد وأكرر وأؤكد أنها داخل الأحزاب. هناك صراع قاتل ومميت،
واستباقي داخل النداء، هناك حراك داخل النهضة على مستوى المفاهيم أكثر منه على مستوى الأشخاص. ليس هناك في النهضة من يطعن في شخصية راس الغنوشي، بل هناك نوع من اللوم ومن النقد للسياسة الكاملة للنهضة، في حين أنه في الجبهة الشعبية هناك نوع من التشرذم في النداء. أعود وأقول هناك صراع ديكة بالمفهوم الحقيقي وصراع زعامات بالمفهوم الحسم ولا في الآخر. طيب، هذا الصراع الذي ذكرته، يعني كيف يؤثر على الشارع، على الناخب التونسي؟ نرى يعني الناخب عندما يوجد حزب في المعارضة يحصل على التأييد، وعندما يصل إلى الحكم يتراجع هذا التأييد، يعني كيف نفهم ذلك؟ علينا قبل التحليل أن نقرأ النتائج السابقة. ثبت بالدليل المادي القائم وعبر نتائج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تونس شاهدت ثلاث انتخابات: انتخابات المجلس التأسيسي، انتخابات المجلس التشريعي، وانتخابات المجلس التشريعي مجلس نواب الشعب، والانتخابات الرئاسية. في كل انتخابات يتناقص عدد الذاهبين إلى صناديق الانتخاب، ومن ثم هناك إجماع داخل تونس بين جميع الملاحظين على أنه هناك ابتعاد أو نوع من الانفصام بين الحراك السياسي والحراك الشعبي. الحراك الشعبي الآن، وهنا الخطورة، وهنا سبب التفتت، وهنا سبب اليقظة التي يجب أن نبديها. أين ستذهب هذه الأصوات التي ستخسرها هذه الأحزاب؟ هل هو انتقال من حزب إلى حزب كما هو في الديمقراطيات العادية، أم أن هناك عزوف وعدم تصديق للواقع السياسي في تونس؟ أظن أن الإجابة الثانية هي الأقرب. هناك انتقال بين الأحزاب، لكن هناك عمق شعبي صار أقرب إلى واقع الاجتماعي، صار أقرب إلى واقع الأمني، صار أقرب إلى حالة الغلاء المستشرية في البلاد، صار أقرب إلى نوع من التوتر القائم في البلاد على مستوى العلاقات مع ليبيا، وخاصة الجنوب الشرقي الذي يتنفس ورياته في ليبيا. كامل الظهير التونسي الذي هو مهدد بمحاولة هذه الدولة أو تلك وقت الجزائر في تونس مسيطرة على العملية التهريب، ومن ثم نحن أمام حالة من التوتر العام تلقي بذلالها أكيدا على الحالة الانتخابية، وتلقي بذلالها أكيدا جدا على الحالة السياسية القائمة والقادمة في تونس. طيب، يعني أشرت إلى نقص المشاركة في الانتخابات، يعني إلى ماذا، يعني لماذا تعتقد عزوف المواطن التونسي عن المشاركة أو ضعف المشاركة أيضا في الانتخابات؟ هل هو عدم ثقة أو فقدان ثقة بهذه الأحزاب التي ذكرت أنها تتصارع فيما بينها صراع سياسي؟ هو اعتبر انه الى الان لم تاتي جميع الطبقه السياسيه التي مسكت دواليب الدوله في تونس منذ يوم 14 العشيه الى حد الناس هذا، لم تاتي بكل ما وعدت به، وهناك نوع من الانفصام بين الواعد والذي تم الذي تم تقديم اليه الوعود. السياسه تبنى على البرامج، تبنى على العقود الاجتماعيه كما هو في علم الاجتماع السياسي، ومن ثم اعتبر انه عمق متصاعد من الشعب التونسي اصبح عديم الثقه او قليل الثقه في الطبقه السياسيه. من ثم السؤال الذي وجب ان نخرج به، اضافه الى التوترات داخل الاحزاب، اضافه الى التوترات بين الاحزاب، اضافه الى التوترات العامه الاجتماعيه والسياسيه في البلاد، لماذا هذا التباعد والانفصام بين العمق السياسي والطبقة والعمق الشعبي عفوا والطبقة السياسية؟ أعتبر أن حال التوتر وحال الانتظار الذي مشوب بكثير من الحيرة يمس الشارع التونسي، ومن ثم أعتبر أن هنا الخطر الذي يتهدد كامل المسار الديمقراطي في البلاد، الذي يجب التأكيد على أهميته رغم النقد الذي قد نوجهه له من ناحية أخرى. أعتبر أن المسار الانتخابي والمسار الديمقراطي مهدد برمته، ليس من الإرهاب أو من جهات خارجية، بل بالتفتت الداخلي. لم نبلغ حد عدم الرجعة، لكننا وجب الإشارة إلى أنه متقدم جدا حالة السرطان والتفتت هذه. جميل، ابقى معي سيد نصر الدين. انضم إلي عبر الهاتف أيضا السيد نجيب مراد، العضو السابق في المجلس التأسيسي. سيد مراد، مرحبا بك معنا. يعني ونحن نناقش اليوم نتائج هذا الاستطلاع الذي أظهر تقدم لبعض الأحزاب وتراجع لأحزاب أخرى، يعني كيف نفهم أو لماذا برأيك هذا الانفصام الذي ذكره السيد نصر الدين بن حديد بين الطبقة السياسية، بين الأحزاب وبين الشارع؟ شكرا، وتحية لكل مشاهدي قناة المغاربية. في البداية نحب نأكد على مسألة مهمة، هو أن السيمة الغالبة الآن في تونس وهو وجود قطيعة بين النخبة وجماهير الشعب.
نكبة تونس حاليا هي في نخبتها التي خانت العهود، خانت الثورة، خانت الشهداء، خانت الوطن، ومهدت للتدخل الأجنبي وتواطأت معه، كذلك مهدت لعودة المجرمين وأزلام النظام السابق الفاسد، وهي الآن مع الأسف الشديد تمهد الطريق للعفو عن ناهبي المال العام من لصوص العهد السابق ومساندي المنظومة القديمة. فيما يخص عملية صبر الآراء التي أشرت إليها في البداية، أنا حقيقة لي شكوك كبيرة حول هذه العملية، ومعناتها هي عملية صبر الآراء تدعو للسخرية والضحك. يعني في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا عندما يتم إجراء عمليات صبر آراء يتم تقديم كل التفاصيل حول العملية. فأنا أتساءل هنا، ما هي الأسئلة التي تم طرحها على المستجوبين؟ ما هي الشرائح الاجتماعية التي شملتها؟ ما هي الفئات العمرية التي تم التوجه إليها بالأسئلة؟ ما هي الجهات في داخل البلاد التي شملها هذا الاستجواب؟ وخاصة أننا نعلم أن كامل الجنوب التونسي تقريبا 6 أو 7 ولايات هي معادية للتجمع الجديد ما يسمى بنداء تونس، وقد ثبت ذلك خلال الانتخابات الرئاسية السابقة. كذلك عدد المستجوبين، يعني كل هذه التفاصيل لم يتم نشرها، وبالتالي هذا العملية صبر الآراء هذه مشكوك فيها. وهنا نحب نشير أن الجبهة كان لها نائب وحيد فقط في المجلس الوطني التأسيس، وأصبح لها 15 نائب. وهنا ملاحظة مهمة جدا، أن 15 نائب من نواب الجبهة الشعبية تحصلوا على مقاعد بأكبر البقايا بسبب القانون الانتخابي الغير متوازن والظالم. يعني تصور أن رئيس لجنة المالية يعني عند إير جندوبة اللي هو من الجبهة الشعبية تحصل على مقعده تقريبا 3000 صوت فقط. يعني هذه مهزلة بسبب القانون الانتخابي كما قلت الغير متوازن والغير معناتها والظالم. في عملية صبر الآراء هذه أعتقد أن الغاية والهدف منها وفي هذا التوقيت بالذات هو السعي لتزييف الوعي الشعبي من خلال إعطاء أرقام يعني غير حقيقية عن الواقع. وكما قلت يعني جماهير الشعب هي مفصولة عن النخبة السياسية، وكذلك توجيه الرأي العام باتجاه استرجاع المنظومة القديمة لكل مواقعها. والنقطة الثالثة هو القيام بعملية استباقية لتأكيد ما يتم التخطيط له مستقبلا في الأيام القادمة، وأساسا ربما تكون هناك انتخابات رئاسية سابقة لأوانها بسبب وهذا ما تم التنصيص عليه بالدستور بسبب الوفاة أو بسبب العجز. ويعني عملية استباقية هذه هي تحضير للرأي العام حتى يتقبل أنه التجمع الجديد هو في المرتبة الأولى والجبهة الشعبية في المرتبة الثانية، وبالتالي يقع تشكيل الخارطة السياسية معناتها بشكل جديد. طيب يعني بغض النظر عن هذه النتائج، لكن ماذا عن الواقع؟ يعني لا يشهد الواقع تراجع لحركة النهضة يعني في الانتخابات الأخيرة؟ عدم رضا عن يتحدث البعض عن عدم رضا عن المشاركة في هذا الائتلاف، التقدم الذي ذكرته لحزب للجبهة الشعبية في الانتخابات وحصول على 15 مقعد، ألا يشير ذلك إلى نتائج الواقع على أرض الواقع؟ هي كل أنا ذكرت في البداية أن هناك خيانة النخبة للوعود التي قطعتها على جماهير شعبنا بعد ثورة. نحن قمنا بثورة، ولكن تلاحظ أن في الخطاب السياسي وفي التصريحات متاع المسؤولين السياسيين لكل أحزاب بدون استثناء هناك خيانة للعهود ولما تم معناتها التعبير عنه من أنه سنحقق استحقاقات الثورة وسنوفي للشهداء حقوقهم ولمقاومة الفساد وللمحاسبة. لم يحصل هذا، وبالتالي كل أحزاب بدون استثناء تراجعت على مستوى الساحة السياسية وعلى مستوى الرأي العام. وأعتقد أن الأرقام المقدمة والنسب هي مغلوطة ولا تعبر عن حقيقة الواقع، ونحن نعيش في الواقع سواء بالنسبة للأمر كان يتعلق بالنهضة أو بالتجمع الجديد الذي يعتبر معناتها رسكلة للنظام القديم، النظام المجرم الدكتاتوري بن علي حزبه الذي معناتها أهلك الحرث والنسل. أعتقد أن كل الأحزاب تراجعت، وربما في المستقبل معناتها بتطلع قوى سياسية واجتماع قوى سياسية جديدة قد تحدث المفاجأة التي لم ينتظرها أي شخص إذا تم تنظيم انتخابات قادمة. وهنا نحب نشير إلى أنه لا ننسى أنه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة هناك 5 ملايين تونسي ممن يحق لهم الانتخاب لا
لم يشاركوا في هذا الانتخاب في الانتخابات، وربما في الانتخابات القادمة جزء مهم من هؤلاء سيشاركون ويحدثون المفاجأة التي لم يتوقعها أي شخص، وبذلك معناتها يقع معناتها استرجاع معناتها ما تم التفريط فيه من استحقاقات. طيب سيد مراد، يعني ألا تعتقد أن أحزاب الترويكا، أحزاب التي شاركت في الحكم، هي فقط من تراجعت، أما الأحزاب التي لم تشارك الموجودة في المعارضة لم تشهد تراجع؟ كل الأحزاب تراجعت، ونؤكد لك أن التجمع، حزب التجمع الجديد، لو تم تنظيم انتخابات خاصة بعد الفشل متاعه في الحكومة، وهو الذي يدعي أنه قادر على تسيير 4 حكومات، يعني الوزير المالية متاع الحكومة، حكومة التجمع الحالية، بعظمة لسانه يقول أن نسبة النمو قد لا تتجاوز 0.5% في سنة 2015، وهو ما لم يحدث في تاريخ تونس الاقتصادي منذ عشرات السنين. فيعني كلها تراجع، حتى ربما هناك كما قلت قوى قاعدة تتشكل شيئا فشيئا داخل الساحة السياسية، تحدث المفاجأة في أي انتخابات قادمة، وعملية الأراء هذه تكون معناتها خارج التاريخ وخارج معناتها المنطق. طيب دعني أنقل هذه النقطة للسيد نصر الدين، يعني هل تتفق مع سيد مراد أن جميع الأحزاب الموجودة في الساحة تراجعت، وإذا كان صحيحا لمصلحة من هذا التراجع؟ أولا قلته سابقا وحي زميلي وصديقي نجم مراد، وأقول أنه جميع الأحزاب، الحياة السياسية في تونس تراجعت على مستوى الإعلام، لم يعد هناك اهتمام بالمنابر السياسية التلفزيونية، النساء عدنا إلى المسلسلات والرجال عادوا إلى مباريات كرة القدم، هذا على مستوى ما نلاحظه، ولسنا في حاجة إلى مؤشرات علمية. ثانيا أعتبر أنه ابتعاد الطبقة السياسية أو ذهابها نحو منحة لا يرضي العمق الشعبي هو دليل على حال من الانفصام، هو أحد الأشياء التي أدت إلى الثورة ضد بن علي، وهو أحد الأشياء الذي يؤكد وظهور نوع من التطرف والغليان ضمن العمق الشعبي. وبالتالي هنا علينا أن نتجاوز ما أسميه التنابز الحزبي أو ما يجري داخل الأحزاب من منافسة شريفة أو غير شريفة، إلى نوع من القراءة الواقع العام في تونس، إلى الانفصام والانفصال القائم بين القيادات السياسية والعمق الشعبي. العمق الشعبي يبحث عن أمرين، آمنه من خوف وأطعمه من جوع فقط، ومن ثم تأتي بقية الأسئلة، أسئلة محيطة بالدائرة الثانية. الآن في تونس هناك نوع من عدم الاستقرار الأمني، هناك نوع من عدم الاستقرار الاجتماعي، ثم هناك حال من التوتر السيكولوجي في تونس هو السبب الذي يجعل هذا العمق متوترا، ثم لا يمكن في هذه الأجواء أن نتحدث عن ديمقراطية، لا يمكن في هذه الأجواء أن نتحدث عن مشروع برنامج انتقالي أو مرحلة انتقالية، وجب العودة إلى الأسئلة البدائية. القيادات السياسية في البلاد وضعت القاطرة قبل القطار، ومن ثم ما هو الخوف أن يصير رأس القطار بدون العربات، ومن ثم هذه الخطورة التي تتهدد العمق والواقع السياسي في تونس. طيب هل يعني لمصلحة من هذا التراجع سيد نصر الدين؟ يعني هل هناك من يسعى لدفع المواطن التونسي لفقدان الثقة بالعملية السياسية ككل، إلهاء المواطن مثل ما ذكرت في يعني مواضيع أخرى؟ أعتبر أنه تراجع الاهتمام الشعبي بالسياسة وتراجع الاهتمام الشعبي بحراك الحزبي الذي يدور في البلاد راهنا هو دليل على خطورة ما يتهدد البلاد من تطرف، من نوع من الغليان، من التوتر، من نزوع الجميع إلى نوع من العنف اللفظي الذي صرنا نشاهده في تونس ولا نحتاج إلى دليل في علم الاجتماع. لذلك هذا هو الخطر الذي يتهدد البلاد. الأحزاب إلى حد الآن على مستوى برامجها، على مستوى خطابها، على مستوى ممارساتها، لا تزال تبحث عن تصفيه حساباتها بين بعضها البعض، ولا تزال تبحث عن تصفيه حسابات داخلها، سواء على أرضية مجلس نواب الشعب أو على أرضية السباق القائم وغير المعلن من أجل الانتخابات الرئاسية القادمة. لا أحد في تونس يفكر في هذا العمق الشعبي إلا كمعين انتخابي عند الحاجة. ومن ثم السؤال الذي أطرحه من هنا،
كم التناقص الأكيد الذي سيكون في نسبة التصويت في الانتخابات القادمة، وهو نتائج خطيرة، خطيرة على مستوى المؤشر عندما تنحدر نسبة التصويت وما تمثله من فراغ، وثانيا أين ستذهب هذه الأصوات، أو بالأحرى كيف ستلبي هذه الأعماق الشعبية غايتها من خارج لعبة الصندوق. هذا هو السؤال الخطير الذي أطرحه من منبركم. طيب جميل، أرحب بضيفي أيضا السيد عبد الناصر العويني القيادي في الجبهة الشعبية. سيد عويني، يعني كيف تقرأ أو أنتم في الحركة الشعبية كيف تقرؤون نتائج هذا الاستطلاع الذي وضعكم في المركز الثاني على صعيد يعني موافقة الناخب أو المواطن على توجهاتكم؟ سيد عبد الناصر، سيد عبد الناصر تسمعني؟ سيد عبد الناصر، يبدو أن السيد العويني لا يسمعنا. أتوجه بسؤالي إلى السيد نجيب مراد. سيد نجيب، يعني التراجع الذي شهدته حركة النهضة في الانتخابات الأخيرة هذا، ألا تعتقد أن سبب التحالف مع حزب نداء تونس أفقد الثقة، ثقة المواطن في الحركة؟ طبعا، يعني عندما يتم التحالف مع المنظومة القديمة، وهنا نحب نشير أن نقول المنظومة القديمة، هؤلاء الذين أجرموا في حق الشعب، هؤلاء الذين يعني طيلة سنوات عديدة حاكموا الإسلاميين، و 35 ألف معتقل في الحملة الشرسة التي تمت سنة 91 وأدت إلى استشهاد أكثر من 40 من أبناء الحركة الإسلامية تحت التعذيب، هؤلاء الذين هم في الحكم في الآن، ومعناتها يعني رئيسهم كان رئيس برلمان بن علي عندما كنا نعلق في مقرات الاستعلامات والداخلية ومراكز الأمن والحرس، وكنا نعذب ومعناتها في هذه المحلات، كان رئيسهم هو رئيس برلمان بن علي. كيف لهؤلاء فاقدي القيم الديمقراطية وللحريات أن يصبحوا بين عشية وضحاها يتحدثون عن الحريات وعن الديمقراطية والانتقال الديمقراطي؟ هذا غير منطقي وغير معقول. وكما يقول ربي سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. طيب، معناتها يعني هؤلاء الذين أجرموا في حق الشعب وعذبوا ونابوا وسرقوا يريدون أن يصبحوا هم معناتها يتحدثون عن ديمقراطية. ولاحظ أن الحكومة الحالية، حكومة التجمع، لا تسمع في خطابها حديثا عن الثورة، لا تسمع في خطابها حديثا عن المحاسبة، لا تسمع في خطابها حديثا عن معناتها يعني إحقاق الحق وإبطال الباطل، بل هم يسعون حتى معناتها هيئة الحقيقة والكرامة يحاولون إجهاضها. طيب جميل، يريدون أن معناتها أن يبيضوا كل الفاسدين الذين مولوا حملاتهم الانتخابية. طيب جميل، ابقى معي سيد مراد جدا. نعم، ابقى معي سيد مراد. عاد إلينا مرة أخرى سيد عبد الناصر العويني القيادي في الجبهة الشعبية. سيد عويني، سألتك يعني أنتم في الجبهة الشعبية كيف تقرؤون نتائج هذا الاستطلاع الذي وضعكم في المركز الثاني متقدمين على حركة النهضة من ناحية موافقة الجمهور على توجهاتكم؟ الجبهة الشعبية بقيت وفية لمبادئها ولم تراوغ حول الثوابت التي طرحتها سواء بين الحملة الانتخابية أو قبلها أو بعدها. الجبهة الشعبية لها وجه واحد ولون واحد وخطاب واحد، والجبهة الشعبية ليس لديها مصالح مؤقتة خارج نطاق مصالح الشعب التونسي، هذا دائما ما صدحت به الجبهة الشعبية وما أعلنته. بالنسبة لنا نحن، يعني اتهمنا في عديد المرات بحالة من التكلس السياسي، واتهمنا ونعتنا بأننا غير براغماتيين وغير ليست لنا يعني أهداف مباشرة ومؤقتة، وأننا نبحث عن الشعارات الثورية والشعارات الفصادة. بالنسبة للجبهة الشعبية بقيت متمسكة بهذه المبادئ، وحتى رفضها لما يسمى بقانون المصالحة كان رفض مبدئي متماشي ومتسق مع ما صرحت به في عديد المرات، ومع التساقها بشعارات الثورة، ثورة رمضان الجانفي، وبكل استحقاقات الشعب التونسي الرهنة. بالنسبة للجبهة الشعبية يعني ليس لها خطاب مزدوج، ليس لها وجه علني ووجه سري، كل ما تفكر فيه تقوله بشكل معلن
وليست لها مصالح أيضا مباشرة، لها مصالح في ليست لها مصالح خارج مصالح الشعب التونسي. ونؤمن بأن هناك ثوابت وهناك أخلاق في السياسة. الجبهة ليست مستعدة أن تكذب أيضا على الشعب التونسي حتى وإن كان هذا يؤدي إلى تحقيق مكاسب انتخابية. يعني كان من المفترض أن الجبهة تكون قوة سياسية أكبر من حجمها الانتخابي الراهن، يعني 15 مقعد في المجلس النواب لا شيء إلا غير تمسكها بالثوابت وغير قولها للحقيقة كل الحقيقة. طيب جميل. وأن الحقيقة وحدها ثورية هو الذي نزل بها إلى هذا المستوى. اليوم الجبهة الشعبية ومستقبلا الجبهة الشعبية ستكون أحد عناوين ثقة الناخب التونسي وثقة المواطن التونسي في هذا العنوان السياسي الكبير. طيب جميل. يعني دعني أطرح هذا السؤال، يعني في حالة عرض عليكم مشاركة في حكومة مع حزب نداء تونس وأنتم لديكم 15 مقعد في البرلمان، وهناك حديث في حركة النهضة عن انسحاب ربما أو غيره، هل ستشاركون في هذه الحكومة؟ هذا المسألة يعني تناقش في أبانها. بالنسبة لنا نحن موقعنا واضح اليوم في المعارضة التونسية وعلى رأس المعارضة التونسية، وهذه المعارضة هي معارضة ثورية وبناءة. يعني الجبهة الشعبية تثمن كل الخطوات الإيجابية في صالح الشعب التونسي وفي إطار يعني التصدي للفساد المالي والإداري وفي إطار إصلاح الوضع العام. الجبهة الشعبية تنظر إلى هذا بشكل إيجابي وليست عدمية. اليوم في اللحظة الراهنة وفي إطار البرنامج الراهن وبدون يعني وجود برنامج قواسم مشتركة على أساس وطني أيا كان الرهوان وأيا كان الحزب، هذه المسألة ليست مطروحة للنقاش. ولكن هل ما زلتم عند شرطكم السابق بعدم وجود حركة النهضة في الحكومة لكي تشاركوا في أي حكومة قادمة؟ لا، هذا لم يطرح هو أصلا. هو لم يطرح أصلا، هذا شرط كان ثانوي. يعني بالنسبة لنا نحن برنامج القواسم المشتركة، البرنامج الوطني القواسم المشتركة الذي يكون رافعة الإنقاذ في تونس ورافعة تجاوز الوضع المترهل في جميع المستويات، يعني الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وغيره، هو 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 أرضية النقاش وهو طاولة النقاش التي يفرز على ضوئها الحليف من غير الحليف. طيب جميل. أعود إليك سيد نصر الدين، يعني كيف ترى حديث السيد عبد الناصر العويني عن الحفاظ على المبادئ هو ما أدى إلى حصولهم على المركز الثاني في هذا الاستطلاع؟ يعني الجبهة الشعبية من حقها أن تفخر بالنتائج وتعتبرها ثمنا أو نتاجا أو جائزة لمواقفها المبدئية. الجبهة الشعبية مؤخرا عارضت الحكومة في مواضيع لا تلقى صدى شعبيا، مثل زيادة في رواتب النواب ومثل القانون ما يسمى قانون المصالحة، ومن ثم هذا هذه المواقف من الجبهة الشعبية تجد صدى ورد فعل إيجابي لدى العمق الشعبي. لكن أعتبر أنه في تجاوز لهذه الخلافات أو الاختلافات القائمة بين الفرقاء السياسيين في تونس، هناك نوع من التوتر العام في البلاد الذي هو أهم وأخطر من ما هو قائم من تجاذبات سياسية من تشكيل الحكومة وإعادة تشكيل الحكومة وفق موازين قوى جديدة. صحيح أن النهضة تناور وقد قالت على لسان محمد بن سالم أنها قد تراجع ربما، ومن الأكيد أنها جزء من المناورة عفوا، لكن نعم. أعتبر أنه بقدر من هو الآن خارج الحكم يربح من هفوات المنظومة الحاكمة والرباع الحاكم، بقدر ما وجب القول بأنه كامل المنظومة السياسية في تونس الآن هي في مأزق. هو ربح ربما نسبي من وجود في المعارضة، لكن المعادلة أوسع من الحكومة وأوسع من الطبقة السياسية برمتها. طيب جميل، شكرا جزيلا سيد نصر الدين بن حديد الكاتب والصحفي، حدثتنا من تونس. وأخذ يعني اتصال من عبد الله من فرنسا، تفضل عبد الله. وعليكم السلام. بالنسبة للمشهد التونسي أنا الآن يعني في الوقت الحالي الأمور متأزمة أزمة شديدة جدا. نعم. وربما يعني تنهار البلاد أصلا، لأن الأمر هناك يعني نفاق سياسي من جميع الأحزاب إلا بعض، يعني حزب أو حزبان هما يعني نرى فيهم يعني الخير وهم يعني يصدعون بكلمة الحق يعني في المكافحة الفساد والمطالبة بالحرية الكاملة.
النفاق السياسي موجود في النهضة في كل خلق. لا لا أعتبر نداء تونس حزب، أنا لا أعتبره، لأنه هو منذ سنتين وهو حزب يعني بتاع دمار يعني بالبرودة. لا. بالبرودة يعني هو النظام السابق. نعم. الذي جاء في لباس آخر. طيب جميل. أما الآن باختصار المخرج هو أن تكون فئة يعني شجاعة لها الجرأة في قول الحق وفي مكافحة الفساد وتحقيق أهداف الثورة. هذا طيب. هو الذي جميل. الأصل جميل. تحقيق شكرا. أهداف الثورة كاملة، الثورة هذه التونسية. نعم. تحقيق أهدافها، ولا يعني وفاق ولا توافق ولا سيستم جديد ولا والو، يعني هذا هو المخرج. طيب شكرا جزيلا عبد الله. شكرا عبد الله من فرنسا. اعود اليك سيد عبد الناصر في سؤال اخير، يعني هل تعتبرون هذا الاستطلاع هو مؤشر على اي انتخابات مستقبليه؟ لا لا لا، نحن شوف، هو استطلاع وهو مؤشر لفهم المزاج العام الجماهيري وليس لفهم المزاج الانتخابي، لانه نحن جربنا. نعم. ونعلم انه الانتخابات تحول بسرعه الى سوق وتكون فيها الامكانيات الماديه والقدره على شراء الاصوات هي الحاسم في نهايه الامر والفيصل. يعني الاحزاب التي انتصرت والتي صعدت كتل داخل البرلمان في اغلبيتها كانت بواسطه المال وبواسطه شراء الاصوات الانتخابيه وشراء ذمه النخب. للاسف الشديد يعني الدرس الديمقراطي لم يستوعب بشكل جيد الى الان، خاصه من طرف التحالف الحاكم وخاصه من طرف الحزبين المنتصرين في الانتخابات وهم نداء تونس وحركه النهضه. طيب. اعتقد انه هذا مزاج عام، مزاج جماهيري وليس مزاج انتخابي، ونحن لا نغتر بمثل هذه التصريحات لانه هدفنا هو انقاذ وطني وبناء الدوله او الجمهوريه الثانيه، الجمهوريه الديمقراطيه الثانيه، على اسس ما اتى به الدستور وعلى اسس الممارسه الديمقراطيه التي تحترم الحريات العامه والتي تحترم حق المواطن التونسي في العيش الكريم، في العيش بكرامه مثل ما نصت على ذلك اهداف الثوره التونسيه، والتي تحترم ايضا حق الاخر في الاختلاف وفي ابداء الراي ولا تذهب الى شيطنته والى عقابه بسبب رايه او بسبب فكره مختلف. جميل، شكرا جزيلا سيد عبد الناصر العويني القيادي في الجبهه الشعبيه، واخذ هذا الاتصال قبل ان اعود الى ضيفي نجيب مراد. معي نجاه، تفضلي. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. يا اخوي عن اي انتخابات تتكلم؟ يا ابني لا ثقة في اي حزب وفي اي سياسيين، وستفلت الانتخابات البلدية المنتظرة، لانه الحزب الحاكم رجع لحزب الدولة والدولة الحزب. نعم. وقاعد يرتب في اوراقه معناها في الطبقة الشعبية حتى يتمكن من الانتخابات البلدية، رغم أن القانون مازال حتى ما تسنش. نعم. ثم بالنسبة للصبر الآراء، يا سيدي أنا تلقيت عدة مكالمات من صبر الآراء. نعم. يعطيك الجواب في السؤال، يعني يحيلك بالجواب في السؤال حتى يتقدم حزب ما على حزب الآخر، وكلها كذب وكلها تنفيق وكلها لعبة سياسية فقط شيء أثر على الرأي العام. ولكن جميل. الشعب التونسي سائق ولن تنطلي عليه الحياة السياسية، وكل الأحزاب في تونس بلا استثناء أفلست حيال الثورة وحيال الشعب. ربما انتفاضة أخرى ترجع المياه إلى مجاريها. طيب جميل، شكرا جزيلا نجاة من تونس. أعود إليك سيد نجيب مراد، والمعذرة على الإطالة. يعني هناك البعض من يحمل حركة النهضة فشل أو ضعف أداء هذه الحكومة الحالية، لماذا برأيك تعتقد يعني تحميل هذه الحركة وهي تملك فقط وزير واحد في الحكومة تحميلها ضعف أداء هذه الحكومة؟ هو تحميل حركة النهضة المسؤولية يأتي يعني السهام التي توجه لها بسبب أطراف معادية إيديولوجيا، ولكن الخطأ الفادح، نحن كنا في المجلس التأسيسي قادرين على أن نمنع المنظومة القديمة من أن ترجع من خلال التصويت على الفصل 167 من القانون الانتخابي الذي يمنع كل رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولكن هذا لم يحصل. وكان بإمكاننا كذلك أن نمر قانون تحسين الثورة الذي كان معناته يعفينا من كل هذه المشاكل التي نعاني منها الآن،
فيعني يعني حركه القياده حركه ما تتحمل المسؤوليه فيما هو يحصل الان اللي اختارت هذا الخيار وهو القبول بالمنظومه القديمه والدخول معها في تحالف معناتها حكومي رغم اللي هو معناتها تحالف معناتها حضور هزيل. لكن انا نحب ناكد على مساله مهمه ان هذا عمليه سبر اراء التي قامت بها الكا كونسلتنج هذه اتساءل بكل وجه معناتها هذا خطابي لجميع الشعب ليس للنخب لماذا لم تتم عمليات سبر اراء حول مدى موافقه التونسيين على حمله وينو البترول والحديث عن ثروات البلاد الضائعه والمنهوبه من قبل القوى الخارجيه؟ لماذا لم تتم عملية سبر آراء حول قانون ما يسمى بالمصارحة الوطنية؟ لماذا لم تتم عملية سبر آراء حول قانون الطوارئ الذي في ظله هناك انتهاكات الحريات وهناك مظالم حاصلة واعتقالات ومحاكمات؟ يعني كل هذا يحدث في يعني وأكيد كل من يتحالف مع المنظومة القديمة سيلحقه الضرر وهو حاصل في الوقت الحاضر وهناك غضب وتوتر معناته على مستوى الشعبي. نعم هل تعتقد سيد مراد هل تعتقد أن حركة النهضة تسير في طريق حزب المؤتمر وحزب التكتل؟ تسير في أي اتجاه؟ في اتجاه حزب المؤتمر وحزب التكتل؟ لا هذا الواقع يثبت العكس يعني يعني ليس هناك حتى أي تنسيق أو معناتها يعني الاتصال بالحزب المؤتمر او معناتها التكتل يعني هذا يعني وكأن العقد انفرط منذ يعني منذ ان تم معناتها المجلس التأسيسي المهام تاعو. نعم طيب ما هي الخيارات المتاحة من وجهة نظرك بالنسبة لحركة النهضة لتجاوز هذا التراجع اذا سميناه؟ يعني هل الانسحاب من هذه الحكومة؟ هل توسعة المشاركة؟ كيف ترى ذلك؟ أنا أؤكد لنا أن هناك غضب شعبي كبير وهناك يعني العديد من الناخبين الذين انتخبوا حركة النهضة غاضبين على معناتها الالتقاء والتقارب والتحالف مع المنظومة القديمة. نحن لا يمكن لنا أن ننسى وبالعشرات الآلاف ومئات الآلاف لا يمكن أن ننسى الجرائم التي ارتكبتها المنظومة القديمة في حق هذا الشعب من قتل وتعذيب وسجون ونهب المال العام وكل المظالم التي حصلت طيلة 23 عام معناتها من الحقبة السوداء لا يمكن ننسى ذلك. ربما يعني المال الفاسد ساهم بدرجة كبيرة في أن هذه المنظومة القديمة تطلع من جديد وهذا يعني عملية ارتداد اعتبرها نكسة للثورة ولكن لن تكون نهائية وشعبنا واعي بهذا الوضع ومن جديد ستتحرك القوى الثورية. وأنا أعتقد أن الحل بالنسبة لتونس هو في وجود جبهة سياسية تجمع كل المؤمنين بالثورة بتحقيق أهدافها وقادرة أن تنتصر معناتها لشعبنا وأن تقف أمام المنظومة القديمة وكل من يتحالف معها. طيب جميل، سؤال أخير، يعني لماذا برأيك يعني تصر أو تحتفظ حركة النهضة بهذا التحالف مع نداء تونس والذي ربما أثر عليها شعبيا؟ لماذا الإصرار على هذا التحالف؟ والله يا أخي الكريم المفروض السؤال هذا تطرحه على قيادة حركة النهضة وليس على أنا ربما من بعيد معناتها. نعم لذلك سألتك يعني هذا السؤال يعني لأنك ترى من صورة بعيدة يعني. يعني 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 هناك استغراب كبير، يعني أنا أتحدث وأنا عندي قضيت 38 سنة في حركة النهضة ومن عندها من الرواد الأوائل ومن مؤسسين العمل في الجامعة وفي الساحة الشعبية. لا نفهم في الفترات الصعبة صمدنا أمام المنظومة القديمة ودخلنا السجون وتعذبنا وطردنا من أعمالنا وإلى آخره، صمدنا صمودا أسطوريا، ولكن في ظل الثورة وفي ظل الحريات أنه تمد يدك المنظومة القديمة هذا أنا شخصيا لا أقبله، وهناك عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الأحرار في تونس لا يقبلون بذلك. جميل، شكرا جزيلا سيد نجيب مراد العضو السابق في المجلس التأسيسي، حدثتنا من تونس. الشكر أيضا موصول للسيد نصر الدين بن حديد الكاتب والصحفي، أيضا شاركنا في هذه الحلقة السيد سمير ديلو القيادي في حركة النهضة والسيد عبد الناصر العويني قيادي في الجبهة الشعبية. شكرا لهم جميعا، كما أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم، على أن نلقاكم في حلقة أخرى من المشهد التونسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.